بعشران برضو البطوله كان مش حلو عليك يعني، يمكن انت عملت برضو مباريات كويسه بصراحه، طبعا. وفي ماتش او اتنين خدت فيهم احسن لاعب بتهيألي، انا فاكر حاجه زي كده صح الكلام ده ولا انا؟ هو تقريبا ماتش صح خد سكور، خد احسن لاعب في المباراه، احسن لاعب جاب نقاط، جاب نقاط صحيح، اعلى سكور، انا فاكر حاجه زي كده وشفت الصور في على السوشيال ميديا. البطوله كانت يعني كانت قويه، متفق طبعا مع محسن في الموضوع ده ولا شايف انها كانت ماتشات وماتشات؟ لا اتفق طبعا مع محسن في الموضوع ده، الانديه ما شاء الله جايبين محترفين، كل نادي مثلا جاب 3 4 محترفين، فريق بنياس مع 4 محترفين اقوياء يعني، فكانت فرقه يعني كويسه، بس الوكره كانت برضو قويه، فرقه كويسه جدا، كان معاها 2 محترفين كويسين، ده غير الاربعه المجنسين، غير الاربعه يعني يعتبروا 6 اجانب، 7 في الملعب اصلا مش قطريين، يعني مش قطريين، يعتبروا فرقه قويه بصراحه جنب. يعني دي تقريبا كانت من احسن المباريات، بس فرقه البحرين دايما ما شاء الله يعني فرقه كويسه. الوكره كانت قبل النهائي، الوكره كانت قبل النهائي، كسبنا 3-1 تقريبا، كسبنا 3-1، وهي كمان طلعت فرقه عتيده، طلعت الناحيه الثانيه تقريبا فرقه الكويتيه، الاهلي القطري، الاهلي القطري، وفي فرقه كسبتها 3-2 تقريبا، الحاجه يعني الكويتيه او حاجه كسبوها 3-2 في دور الثمانيه. ايوه كان ماتش، كان احلى ماتش في البطوله الحقيقه، الشكل كان اسمه الكويتي يعني. انتوا الوكره، احنا لعبنا الوكره في دور الثمانيه، ولعبنا السيب العماني في نص النهائي والبحرين في النهائي. الوكره بقى طلعت دور الثمانيه بعد ما كسبت يعني 3-2، ماتش كان جامد، فالوكره فرقه كويسه، فرقه الكويت دي، وبعد كده لعبوا الاهلي القطري وكسبوا برضو الاهلي القطري 3-1 تقريبا، وبعد كده وصلوا السيب العماني 3-2. خلي بالك برضو يعني السنه دي كانت اقوى، لان الفرق بتيجي تشارك في مصر هي عارفه مستوى الفولي بول بتاعها عامل ازاي، فبييجوا يعني انا بتهيألي دي اقوى نسخه بطوله عربيه اتعملت بامانه من اللي تابعناه، مش عشان احنا كويسين وبنكسب الفرق فهي ضعيفه، لا البطوله كانت قويه. طيب انا عايز اكلمك في حاجه عصران، يمكن الروتيشن اللي بيعمله كابتن محمد مصلح حميدو، وبالرغم ممكن في مباريات تشارك بوقت قليل، ولكن لما بيجي يعتمد عليك سواء انت او محسن او كل اللعيبه بنلاقيكوا الله اكبر توب فورم. المينتاليتي دي جايه ازاي؟ يعني انتوا ازاي بتبقوا جاهزين لاي وقت تنزلوا تبقوا احسن لعيبه في الملعب؟ هو يعني كابتن ميدو بصراحه بيتكلم مع كل اللعيبه وبيدي الثقه لكل اللعيبه، يعني بصراحه يعني بننزل، هو كابتن ميدو بيشحننا للماتشات يعني. عموما كنا داخلين البطوله العربيه لا شحنا قبل ما نبتدي اصلا، يعني حتى في السوبر برضو بسبب الاخفاق السنه اللي فاتت، كان هو كان بدايتنا السوبر صحيح، كان كابتن ميدو شحنا يعني لازم نكسب، وعمليه الروتيشن بصراحه يعني دي انا شايفها حاجه كويسه لكل اللعيبه، وطبعا كل اللعيبه اللي عاوز ينزل حتى لو هينزل جونتين ثلاثه لازم يثبت نفسه، كله عاوز يلعب، محدش عايز، دي حاجه كويسه صحيح. بس احلى حاجه الروح اللي ما بيننا، التنافس يعني ده لمصلحه الفريق، ده لمصلحه الفرقه بصراحه يعني، وانتوا كلعيبه يعني بتفكروا الفكر ده بالظبط كده،